سركيس الحرب. شو؟ الحرب. يعني هلأ اليوم طبعا نستنتج من كل هذا الكلام اليوم السؤال الأبرز عم بحكي على الصعيد اللبناني تحديدا، هل بينجح وبيجر الحزب إلى حرب، إلى ما بدي أقول الدخول بالمعركة، ما نحن أوردي بالمعركة، يعني يلي عم بيصير بالجنوب هذا جزء من المعركة حتى لو كان ضمن قواعد الاشتباك، علما أنه مبارح الإسرائيلي خرق قواعد الاشتباك لما بيضرب أقليم التفاح، هيدا خرق لقواعد الاشتباك، لأنه عم يستعد ليخرق قواعد الاشتباك أوكي. الإسرائيلي. فهل رح ننجر إلى حرب أو رح نبقى ضمن قواعد الاشتباك وبهيدي العمليات؟ خلينا ما نستعمل، أنت حريصة ما نستعمل كلمة ننجر. بينجر يلي بيكون قاعد وتارك غزة، أنه إيه ماشي حاله، نحن كامشين المنطقة والجنوب وكل هاي والبلد ومدري شو، فبالتالي اللاحقين إذا صار شيء. هذه ما فيها قصة ننجر. حزب الله أخذ الموقف، تعرفوا حماس بموافقة إيران، وطبعا العرب مش زعلانين لأن ما بدهم حرب كمان تبلش هون. لا كل الجهد الدبلوماسي من أول نهار كان لا، والحركة الدبلوماسية عنا لعدم دخول حزب الله على المعركة. حزب الله برأيي أنا الموقف الفعلي الذي يفضله أن لا تحصل حرب وأن لا يخوضها، لأنه أولا عانى اللبنانيون سنة 2006، انتصر الحزب وانتصر لبنان، ولكن اللبنانيون وخصوصا أهل الجنوب بالدرجة الأولى عانوا الكثير، ومش سهل على حزب الله، هذا جمهوره الأساسي البقاع وجنوب وبيروت هلأ. صحيح. مش سهل عليه كمان يعرضوا من 6/4/14/17 سنة، بعد 17 سنة لعملية دمار مثل اللي صارت سنة 2006. ولكن إذا فرضت المعركة ذلك والتطورات، خصوصي هو جزء من الإقليم ولم يعد بس طرف لبناني، معناتها بيكون محضر حاله ليخوض حرب، ولكن ليس وحده فيها، يعني بده يكون في اشياء كثير تانية متوفرة حتى بهذه الحرب ما يدفع لبنان الثمن واللبنانيين، وبالآخر يطلع من المولد بلا حمص، وبالعكس الانتصارات اللي حققناها من زمان نصير مضطرين نشوف كيف بدنا نحميها ونحفظها، لأنه ما حدا وقف معنا ولا حدا مشي معنا، لا من العرب ولا من المجتمع الدولي ولا من المسلمين. ختاما الوقت مش للحكي بالداخل لأنه تفصيل صغير داخل أمام كل ما يجري، ولكن غرد الرئيس السابق لحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط من حوالي أقل من ساعة تقريبا، يقول أما وأن البلاد في شبه حالة حرب، أيعقل أن تقاطع بعض القوى السياسية وبعض الشخصيات مجلس الوزراء للتمديد لقائد الجيش الحالي ولتعيين رئيس أركان؟ كفانا حسابات رئاسية متخلفة، فلنكن جبهة عمل واحدة لمواجهة أقصى الاحتمالات. أنا بوافق وليد بيك على هالكلام اللي عم بيقوله، بس هذا كلام عم بيقوله هو وبيعرف أنه مش رح يسمعوه، لأنه صار له مدي بيقول هذا الكلام. ووليد جملاط هو يمكن الوحيد وقت اللي بيصير لبنان بوضع صعب إلى هذه الدرجة مصيري بالدق، هو الوحيد يلي بيستعمل عقله وبيستعمل الحكمة تبعيته وثقافته، بينما في ناس، وبيخبرني أحد المسؤولين الكبار بهذه الدولة العظيمة، نايب بيحكي بطريقة عن الشيء اللي عم بيصير وكأنه أن ذهبت خراجك إلي. يعني ما معقول يكون في نواب بهذا المستوى، ما معقول يكون في سياسيين كل واحد ناطر مفك، ما عم بيقيس اللي عم بيصير بالمنطقة إلا على قياسه، على قياسه بيستفيد ديامتر اللي حواليه، يا حزبه يا اللي حواليه، يا مقاطعته، يا دينه، يا طائفته، يا شيء غريب عجيب. لو كان هيدا، لو كانوا كل هالأطراف، لو الشعب اللبناني مع الأسف واحد ومش الطائفة هي الأساس أو الدين، ولو كانوا الزعماء السياسيين كلهم أو 90% منهم عن جد حريصين على مصلحة لبنان، هاي أحسن فرصة لانتخاب رئيس، لتشكيل حكومة جديدة، ولمحاولة إعادة جمع، إعادة بناء هاي الدولة وإداراتها يلي ما عادت موجودة. إذا ما عملنا هيك رح نبقى طويلا رئيس حكومتنا ورئيس جمهوريتنا ورئيس كذا هو نجيب ميقاتي، مع احترامي له ومحبتي له يعني، ولكن
هيدا بيعني انه نحن عم نحط لبنان لما تجي الامور تبلش بدها توصل الى نتائج نهائية فيها حلول مقبولة او مرفوضة منشوف، عم نحط لبنان على هاي الطاولة واللي عم بيقرر مصيره مجموعات المنطقة والخارج مش ابنائهم.